السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. جزائرية تتكلم عن رسالة غريبة تصل الى الجزائريين، تابعوا معنا هذا الفيديو. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الرسالة يعني وصلتني بعض الرسائل في الخاص، انه وصلتهم هذه الرسالة. غريب انه انا لم تصلني، في بعض الناس لم تصلهم التنبيه في جميع الهواتف النقالة. في حالة سقوط طائرات او مروحيات يرجى الاتصال بالمصلحة الجوية للبحث على الرقم الاحمر 1058. 1058 كان رقم اخضر، الان اصبح رقم احمر، يعني صار رقم طوارئ. امر حقا والله غريب، وضعت منشور في المجموعات سائل الناس، مش فاهمة يعني المغزى من هذه الرسالة. لكن الآن يقول لك سقوط طائرات ومروحيات، يعني غالبا في احتمال سقوط طائرة، يعني مروحية مين راح يستهدفها؟ أنا حسب ظني يعني راح تكون استهداف بشكل، في استهداف طائرة بشخصية مهمة. عموما الأمر محير، يعني من صباح هذا اليوم الرسائل هذه توصل لكل متعامل جيزي موبيليس نجمة. أنا من القلة اللي ما وصلتهمش، لكن الأمر مثير للاهتمام. يعني تعليقاتكم على الموضوع، أريد وجهة نظر. شكراً.